السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ محاضرات الفصل الثاني إن شاء الله، اللي هي راح تبدي شيء نسميه الـ Regional Anatomy. الفصل الأول أخذنا 7 محاضرات تخص الـ General Anatomy بصورة عامة عن تشريح الجسم. هسه راح نبدأ محاضرات الـ Regional Anatomy. شنو يعني Regional؟ يعني راح ناخذ منطقة منطقة من جسم الإنسان ونبدأ نفصل. بس ملاحظة مهمة بالبداية، الاناتومي بصوره عامه والريجنال اناتومي بصوره خاصه، من تبدي تقرا لازم يمك صور، سواء الصور اللي دزيناها صور من النت او اطلس. الاطالس متوفره هواي، مثل الجريد اناتومي اطلس، مثل السنيل اطلس. مجرد اطلس بيه الصور. ليش؟ لانه بالمحاضرات الجايه راح نحكي عن تراكيب صغيره، تراكيب دقيقه، اللي هي اجزاء من العظم. يعني مثلا ما راح نقول بس التمبورال بون، راح نجي نفصل اجزاء العظم نفسه والنتوءات اللي طالعه منه والفورامين اللي هي الفتحات اللي داخل العظم. فهذه مهمه، انه واحد مو بس يعني شلون يعني مو بس يحفظها او يدرسها، لازم يكون عنده تخيل عنها، تصور، بحيث تبقى الصورة تبان. فلازم يمنع. حتى نبدي أول محاضرة اللي هي الأكزيال سكيلت اللي راح نحكي عنه. إحنا خذنا من المحاضرات السابقة إنه بصورة عامة السكيلت مال جسم الإنسان، الجهاز الهيكلي، يتقسم إلى أكزيال اللي هو المحوري الوسطي، والأبنديكولار اللي هو الطرفي. راح تبدأ محاضراتنا عن الاكزيال سكيلتون، واهم شيء بيها هي السكال او اللي هي الجمجمه. السكال بصوره عامه نقدر نقسمها الى قسمين، اللي هو نسميه نيوروكرانيوم شباب اللي عنده استفسار او سؤال خليه بعد المحاضره، بلا زحمه عليكم، خلينا نكمل المحاضرة وشكو مشكلة نحلها إن شاء الله. فقلنا السكال هي نقسمها إلى نيوروكرينيوم وفيزيروكرينيوم. شنو يعني؟ نيورو فتشي تابع للدماغ، للبرين، اللي هو الجزء اللي يحيط بالدماغ نسميه نيوروكرينيوم. والعظام الوجه يسمونها فيزيروكرينيوم، هي لأنه تحيط بالفيزرة، بالأعضاء، اللي هي الجهاز التنفسي يبدأ من الأنف، والحلق، والجهاز الهضمي يبدأ منه، فيسمونها الفيزيرو كرين. فقلنا الجزء العلوي نسميه الفيزر النيورو كرانيا، والجزء السفلي نسميه الفيزرو كرين. هاي صورة ثانية توضح الفيشيال بون اللي هي عظام الوجه واحد، والعظام اللي تحيط بالجمجمة. فبصورة عامة نقدر نقسم إلى تقسيمين، اللي هو الريجينال اللي حكينا، اللي هو المناطقي ريجينال وديفلوبمنت. فريجينالي ذا سكال از ديفايدد انتو ماندبل اللي هو اللور جو، اند ذا كرانيوم اللي هو الكرانيوم اللي هو كل الجمجمه ما عدا الفك السفلي، نسميها كرانيوم. هذا الكرانيوم نفسه راح يتقسم الى الفولت اللي هو الجزء العلوي او الطبق مال الجمجمه، البي اللي هو القاعدة مال الجمجمة، الكرانيال كافيتي اللي هو الانتيرير، يعني الكافيتي هي التجويف اللي تحيط به العظام اللي يكون داخله الدماغ والأغشية الدماغية. فاشيال سكيلتون اللي هي عظام الوجه ما عدا الفك السفلي،
والاكوستيك سكيلتون. اكوستيك يعني شيء تابع للاذن، للسمع، اللي هي نسميها الاوتيكل، عظام الاذن. قلنا ديفلوبمنتالي مقسمه الى نيوروكرانيوم ونيوروكرانيوم. الكرانيوم قلنا بصوره عامه عندنا فيه عده عظام، اكو عظام مزدوجه واكو عظام منفرده. مثل ايش العظام المنفرده؟ مثل الفرونتال بون، العظم الامامي، الاوكسيبيتال بون، السفينويد، الاثمويد. واكو عظام مزدوجه مثل البرايتال والتمبر، يعني بيها يمين ويسار. من نجي على البيز اوف ذا سكال، قاعده الجمجمه، يعني احنا هسه هذه الجمجمه قاعد نباوع لها من الاعلى، مقصوصه وقاعد نباوع لها من الاعلى. بيها البيز هم تتقسم الى انتيريور كرانيال فوسس، ميدل كرانيال فوسس اللي هي الوسطيه، وبوستيريور كرانيال فوسس. كلمه فوسه بالتشريح معناها يعني خلينا نقول مثل شبه التجويف او الحفره او المساحه المقعره نسميها فوس. الدكتور يعني الصوت هذا اوضح شيء، يعني اليوم تدري الجو كلش يعني تراب وهذه، يعني ضعف بالانترنت، فحاول تخلي هيدفون العفو او شيء. اوكي، طبعا هذه المحاضره خلينا نقول بصوره عامه هي خارطه الطريق، يعني توضح لنا الامور بصوره عامه، وراح نجي بالمحاضرات الجايه نفصلها تركيب تركيب. الجمجمه قلنا تتكون من 22 بون، 22 عظم بصورة عامة هو اللي كون لنا الجمجمة، 8 من عندهم بالكرانيوم و14 بالفيس، 21 من ذني 21 بون من هذني العظام هن اموبايل، مرتبطات بواسطة السوتشر اللي هي غير قابلة للحركة، ما عدا واحد اللي هو اللور جو نسميه الماندبل، هو الوحيد اللي عنده قدرة على الحركة. فهذه تقسيمات العظام اللي موجوده بالكرانيوم، راح نجيها بالمحاضره الجاي، اللي هو قلنا من عندها اكو مفرده مثل الفرونتال والاوكسيبيتال والاثمويد، وعندنا والسفينه، عندنا واثنين مزدوجه بها يمين ويسار اللي هي البرايتال والتمبر. فهسه نشوف بهاي الصوره عندنا هذا الفرونتال بون، كلمه فرونتال معناها امامي، فهذا هو العظم الامامي الفرونتال بون، هذا البرايتال بون، بالجهه المقابله اكو برايتال بون ثاني، ويتحدن مع بعضهم بواسطه سوتشر اللي هسه راح نجي عليه. هذا السفينويد او هو جزء من السفينويد، وباقي الجزء مدفون داخل الجمجمه. هذا الاوكسيبيتال بون اللي هو هم عظم واحد، اوكسيبيتال فتشي يعني للخلف، وهذا التمبرال بون اللي هو بالجهه المقابله اكو تمبرال بون اخر. عظام الوجه اغلبها هي مزدوجه، يعني يمين ويسار، ما عدا الفومر بون اللي هو يكون بالمنتصف ويكون جزء من النيزل سيفت، يعني جزء من الحاجز اللي موجود بالأنف. وعندنا باقي العظام اللي هي على الجانبين بها يمين ويسار، مثل الزيجوماتيك بون اللي هو عظم الخد، البلاتاين بون اللي هو الجزء الأعظم من عنده مدفون جوا وراح يكون جزء من سقف الحلق، الماكزيلا اللي هي
العظم الفك العلوي اللي راح يكون داخلها الاسنان، الماندبل اللي هو عظم واحد، وهكذا. ذني راح نفصلهم بتفصيل اكثر بالمحاضرات الجايه، بس اليوم نريد ناخذ فكره عنه. نتذكر احنا من محاضرات العظام انه قلنا العظم هو عباره عن تو لاير بالجمجمه، تو لاير كومباكت بون، وبالوسط اكو سبونجي بون سميناه تبلو. هاي الصوره نتذكرها من المحاضره السابقه، انه جزئين هو كومباكت وبالوسط هو سبونجي بون. هاي الصوره حقيقيه توضح الموضوع اكثر. شوف الاطراف شلون كومباكت ما بيها فراغات، والوسط هو سبونج بون. العفو اكو يقولون الصوت مو واضح، وزملائهم يقولون الصوت واضح. الصوت مو واضح معناها المشكله يمه، يا ريت يخلي هيدفون او يتقرب على مصدر الانترنت الراوتر. اوكي، فهسه هذا خلينا نقول الجزء الاول من المحاضره اللي هو خارطه الطريق، قلنا تعريف على الجمجمه ومكوناتها. قلنا هي بصوره عامه نيوروكرانيوم وفيزيروكرانيوم جزئين، وكل جزء به مجموعه عظام تشكله. هاي العظام تتصل مع بعضها بواسطه سوتشر اللي هي اموبايل غير قابلة للحركة، ما عدا العظم الوحيد اللي هو قادر على الحركة اللي هو سميناه الماندبل أو الفك السفلي. الماندبل أو الفك السفلي. وبعدين قلنا أنه الجمجمة بصورة عامة تكون من كومباكت بون على الطرفين، وبالوسط أكو سبونج بون. هسه نجي للجزء الثاني من هاي المحاضرة اللي هو راح نحكي فيه عن السوتشر أو المفاصل اللي موجودة بين عظام الجمجمة. أول وأهم واحد هو الساجيتال سوتشر والكورونال سوتشر. عندنا اثنين، لأن أهم اثنين موجودة. نتذكر من المحاضرة الأولى كان عندنا الساجيتال بلين وعندنا الكورونال بلين اللي هن متعامدات، أو يعني وحدة عمودية على الثانية. نفس الشيء عندنا الساجيتال سوتشر والكورونا سوتشر، هنا وحدة عمودية على. نشوف من هاي الصورة، هاي صورة of a new nest يعني صفة حديث ولادة، تكون السوتشر دي كلش واضحة. أول واحد اللي هو الساجيتال سوتشر اللي هو يمتد من الكورونا اللي هو هذا الكورونا العرضي، يمتد إلى حد الاوكسيبيتال بون. هذا راح يعني يونايت يجمع التو برايتال بون. قلنا البرايتال بون هنا اثنين يمين ويسار يتحدن مع بعض، اتحادهن راح يكون سوتشر. هذا السوتشر سميناه ساجيتال سوتشر. نجي ثاني اللي هو الكورونال سوتشر اللي هو عمودي، اللي هو هذا يكون عمودي على الساجيتال، عمودي على الساجيتال، وراح يجمع الفرونتال بون والتو برايتال بون. طبعا بالنيونيت طفل حديث الولاده الفرونتال بون صح هو قلنا هو عظم واحد، ولكن بالنيونيت اول ما يجي الطفل ينولد الطفل يكون عباره عن نصفين، العظم نصفين وبيناتهم سوتشر. من يتقدم بالعمر تقريبا 3 الى 9 اشهر هذا راح يتحد مع بعضه، هاي النصفين يتحدون مع بعضهم يكونون عظم واحد. فقلنا الكورونا راح يكون عمودي على الساجيتال اللي هو هذا، وراح يخلي يسوي اتحاد بين الفرونتال بون اللي هو راح يصير عظم واحد ويا تو برايتال بون. نجي وراء على الليمدويد. الليمدويد لانه يشبه حرف الجريك لثر اللي هو اللمده،
مثل حرف يعني رقم 8 او الفي معكوس اللي هو هذا نفسه. الساجيتال من راح يروح للاوكتيبيتال بون راح يمر على طرفي الاوكتيبيتال بون، يعني الاوكتيبيتال بون يضل بالنص، شوف هنا هذا الاوكتيبيتال بون، وهذا ينزل من هاي الجهه ومن الجهه المقابله، هذا يصير مثل رقم 8 باللغه العربيه. هذا نسميه اللمدويد سوتشر. لمدويد سوتشر. نجي وراه على السكويما او السكويما سوتشر. السكويما سوتشر راح يربط لنا التمبرال بون او السكويما بارت او التمبرال بون. المحاضرات الجايه راح ناخذ التمبرال بون بعده اجزاء من ضمنها جزء نسميه سكويما. فهذا راح يربط لنا السكويما بارت مال التمبرال ويا البرايت، وبالجهه الثانيه المقابله كذلك. سمينا السكويما سوتشر. قلنا الفرونتال سوتشر اللي هو هذا عادة بالطفل حديث الولادة يكون موجود، ولكن وراء 3 إلى 9 أشهر من العمر راح ينغلق. فهذا السوتشر نسميه الفرونتال سوتشر أو مرات يسمونه الميتوبيك. خلينا نحفظه فرونتال سوتشر. راح يربط لنا النصفين بالولاده. بعد 3 الى 9 اشهر راح يصير بي اوسيفيكيشن ويتحول الى عظم كامل واحد نسميه الفرونتال بون، يعني العظم الامامي. بقى عندنا شغلتين اللي هي نسميها الفونتانيل. مكان التقاء ذن السوتشر سواء هنا او هنا او بغير مكان، مكان التقائهم، مكان تقاطعهم نسميها فونتانيل، اللي هو مكان ما بيعظم ويكون عباره عن كونكتيف تيشو والاغشيه فوق. عندنا الفرونتال والاوكسيبيتال. ذني هم بتقدم العمر راح شويه شويه يصير بهم اوتيفيكيشن ويلبنى. هذا المكان اللي هو الانتيريور فونتانيل وهذا البوستيريور فونتانيل او الاوكسيبيتال ميش. الانتيريور فونتانيل من يصير بي اوسيفيكيشن ويلغي مع العمر راح يخلي مثل المكان مثل التقعر موجود في اعلى الجمجمه عند الادلت. شو نسميه البرجمن. طيب ذني السوتشر بين عظام الجمجمه شنو فائدتهم؟ الوظيفه الرئيسيه والاهميه الرئيسيه انه يطن ديجري اوف موفمنت، حركه بسيطه عند النيونيت عند الطفل حديث الولاده على مود يسهل الولاده نورمال فاجينال ديليفري، يعني راح العظام تتقارب جدا على بعضها على مود تصغر حجم الجمجمه حتى يقدر باس ثرو ذا بير كانال. بما يخص الفونتانيل اهن اهميه سريريه كلش كبيره. الاولى انه مرات يزداد الضغط داخل يعني داخل تجويف الجمجمه، مثلا اكو حاله اسمها الهايدروسيفالا اللي هو زياده بتكوين السائل الدماغي. من يزداد تكوين السائل الدماغي هاي الفونتانيل راح يصير بيها يعني انتفاخ للاعلى، فممكن يحسها الطبيب من يفحص، وهذا دليل على زياده بالضغط داخل الجمجمه. الطفل من يصير عنده جفاف شديد هذا التقعر راح هذا المكان راح يصير تقعر للداخل، فممكن تفيد بالفحص. بعد احنا نعرف انه السونار اللي هي موجات فوق الصوتيه ما تقدر تخترق العظم، تنعكس مباشره، فما يعني انت ما تقدر تفحص الجمجمه بسونار. ولكن بالطفل اللي بعد هذا الغير مغلق بعده مفتوح الفونتانيل نقدر يفحصون الدماغ بواسطه السونار، اضافه الى وظائف اخرى
واهميات اخرى كثير. هاي صور ثانيه توضح باقي السوجه. فقلنا هذه اهميتها. إذا واحد عنده أي سؤال يا ريت يرفع يدوس هذه علامة اليد على مود نفتح له المايك ونجاوب على السؤال. دكتور المؤتمن بالله تفضل. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. دكتور حيدر عبد الباقي. دكتور تسمعني؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور حيدر. نعم استاذ. تفضل حبيبي. دكتور بس هاي الرسومات الجاية توضحها ما موجودة بالمحاضرة. هو دكتور هي احنا خلينا نرجع نتفق على نفس المعلومة اللي حكيناها في الفصل الأول، انه الصور مثل ما امتحنا ما تجيك بالامتحان النظري صورة. يعني الصور مجرد للتوضيح. أنا ما خليت كل الصور. فلمود يعني خلينا نقول لا يصير كونفيوجن عند الطلاب وخربطة ويشوف الصور كل شوية فخليت المهمات اللي تلقون بيها الستركتشر اللي شرحناه. وبالنسبه لهاي المحاضره تسجيل مالتها والاسئله مالتكم كلها راح ارجع انزلها فيديو ويا الملف مال المحاضره اللي نزلتها قبل اسبوع. اوكي؟ اذا تحبون المحاضره هذه الباوربوينت هم انزلها ما عندي مشكله، بس اقول خاف يعني يصير خربطه عند الطلاب. دكتور مرة خصتك بس سؤال. اي تفضل. دكتور بس البرنامج اللي تعتمدون عليه انت ودكتور مرتضى شنو اسمه؟ افيدنا بالدراسة بالمراجعة. دكتور انا بالنسبة لي اجيب صور من اطالب مو نفس الدكتور مرتضى، يعني الدكتور مرتضى عملي فلازم يراويكم اياه. فاذا تقدر تسال الدكتور مرتضى. انا مجرد صور من اطالب. عفوا دكتور، دكتور مرتضى يستخدم برنامج الدي كومنت. اي اعتقد. لان انا هم من جاي استخدم اثنين نسوة. احد عنده سؤال على المحاضرة؟ احد ما فاهم شيء نعيد اللي اياه؟